والارتفاع الشديد فيها أثار الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، فله حوار في مجلة المصور بيحمل الأهلي المسؤولية، بيقول الأهلي أشعل على أسعار اللاعبين. حول الله يا رب. قال جمال علام إن النادي الأهلي بكل تأكيد في صفقة صلاح محسن كان له دور في هذا التحول الجنوني، ولكنه ليس بقصد لأنه يبحث عن الأفضل، ووضعية صلاح محسن في ذلك كانت تدفع الأهلي للحصول عليه بهذا الرقم، لأنه فعليا يملك عروضا في ذلك الوقت بحواجز مالية تتخطى 1.5 مليون دولار. لكن في المجمل هذه الصفقة غيرت شكل الانتقالات داخل مصر بشكل عام، وما أتمناه من اتحاد الكرة أن يخطط للائحة منظمة أو منظمة لعملية الانتقالات ووضع حد للأسعار ومحاولة السيطرة عليه بعد هذا التحول الجنوني، وحتى لا تدمر الكرة المصرية في سنوات قليلة. أنا معاه في المخاوف، لكن مش معاه في التسبيب. لو لم يحصل أهلي على مروان محسن بهذا الرقم، صلاح كان صلاح محسن بهذا الرقم كان هيروح فين؟ وبهذا الرقم أيضا الزمالك. يبقى لا الأهلي ولا حاجة. الظرف اللي اتعملت فيه الصفقة أدى إلى هذا. وقبل كده اللعيبة اللي اتباعت ب 15 مليون برضه كان عنتر كان في نفس الأسبوع. ولاعب يعني امكاناته حتى الان تؤكد انه اقل بكتير من صلاح. مش اقل يعني، مش يعني قصدي اقول ايه، انت مش بتشتري لاعب دولي. مروان محسن كان لاعب منتخب شباب، منتخب اولمبي. صلاح محسن وهو كان في عرض من دورتموند. وخلي بالك احنا كمان كنا عايزين، لكن عشان افهمه الاهلي بيعمل ايه، الاهلي حط 13 مليون ووقف ما رضاش يكمل. يعني هي الفكره كده. فما تتهمش الاهلي دائما، فبعد ما يقدرش كل صفقه يخشها ويقف ويسيبها. خلاص في صفقات لا لازم تكمل فيها. عنتر كان صفقه مهمه، وهو على فكره لعيب جيد جدا 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 وصغير في السن، وقد يجد له مكانا في المنتخب لو اجتهد. لكن مروان محسن كانت مؤشراته من بدري خليفه محمد صلاح، خليفه محمد صلاح. الكلمه دي هي اللي غلت ثمنه. والكلمة دي اللي أوجدت له سوق خارجية بهذه القيمة، 2 مليون وربع دولار أو 2 مليون وشوية يورو. كان بروسيا دورتموند. لا لا، كان في نادي في النمسا والنادي مش عارف فين. ودي كانت غريبة، يعني أنا أول مرة أشوف أندية في النمسا بتدفع الأرقام دي. لكن هو فكرة إن هو شافوا فيه الكواليتي اللي ممكن يبقى استثمار، ممكن يكون هو ده السبب. فمش الأهلي السبب، السوق السبب. لكن انا معايا دلوقتي ان السوق يشهد حاله غير منطقيه، هي تضخم هائل في الاسعار، تضخم بمعنى الحقيقي، ان جنيه ما بقاش جنيه وكانه 10 صاغ، واخد بالك؟ ف خلال سنتين يعني الاسعار دي قد تؤدي الى، الا اذا يعني شدت كل الدنيا معاها لفوق. بس الانديه هتتعب جدا جدا. يعني هل هناك حلول؟ مؤكد هناك حلول، واذا كانت التجربه السعوديه قد استطاعت ان تضع بصمه على الدوري المصري من خلال نادي بيراميد وبرضه راس المال الضخم المستثمر فيه، فايضا ما ناخد من نفس التجربه. هم عملوا ايه؟ هم ثبتوا سقف السعوديه، عملت نظام. بص، ودايره الاتحاد المصري ما دام بنقول، يعني طالما ان احنا بنقول انها تجربه لاثراء الكره المصريه، خد على بعضها بقى. السعوديه قالت لك بص، مفيش لعيب هيزيد عقده عن 1,200,000 ريال، ودول لكل نادي 6 لعيبه فقط. ما يعادل 6 مليون جنيه. كل نادي له 6 لعيبه فقط من السعر العالي. بعد كده 10 لعيبه من سعر 2 مليون ريال فقط، مليون ريال فقط. يعني الاولاني 1.25 مليون، يعني الثاني 10 لعيبه 1 مليون ريال، بقيه اللعيبه بقى يا باشمهندس تحت سقف 1 مليون ريال. كلام جميل، ويبدو انه كلام غير قابل للتطبيق، لكنه تم تطبيقه. ما انت الاتحاد لما يكون قوي يقدر يفرض ويطبق. انت عارف العقود، ما هو ناس قالت لك ايه، طب العقود الكبيره الممتده عملوا لها ايه؟ قال لك كل العقود السابقه صاحبها ملزم يتبرع ب 50% منها
إعانة للبنية التحتية للنادي. يعني أنت مضي لاعب على 10 مليون طلع القرار في مصر رغم صعب تفرضه. هو قرار قال لك بص بقى نص في نص 50% من هذا العقد الكبير يتم التبرع به للنادي. يا سيدي احنا عايزين الجزء الاولاني والجزء الثاني نقول الحين انتهى العرض. لو عملت حتى ربعه بالتبرع للقطاع الناشئين في جلسه توقيع صلاح محسن معاك صح؟ ما اعرفش انا الصوره كان فيها مين. يعني ما علينا مش ده المهم. المهم دلوقتي ان عايزين ناخد التجربه على بعضها. زي ما احنا بناخد القدره التسويقيه بناخد ايضا القدره التنظيميه. وانا عاجبني الجزء التنظيمي ده جدا. ادي صلاح محسن يا سيدي. انا عاجبني الحقيقه كان تيم وورك عالي جدا. واحد من الناس اللي عملوا الدور الكبير فيه علي عبد الصادق مؤكد. لكن في الاخر كان تيم وورك في الفتره دي جه محمد شريف وجه محمد صلاح وكانت عمليه مش سهله ابدا. طيب برضو بطولات